تخيلوا أن تلعبوا مباراة ودية كفريق بناد معروف ضد فريق آخر من ناد معروف أيضا في بلد مختلفة. تربحون في المباراة وتسعدون بالنتيجة وتحتفلون بها، ثم تكتشفون أن الفريق الذي لعبتم ضده كان فريقا مزيفا انتحل صفة الفريق الأصلي. هذا ما يدور الحديث بشأنه بعد قصة درامية حصلت مع فريق كاظمة الكويتي في مصر. القصة بدأت بعد نشر فريق كاظمة الكويتي الذي كان يستعد لموسم كروي جديد بالتدريبات في معسكره بمدينة الإسكندرية، نشره عبر حسابه على منصة إكس هذه الصور، حيث ذكر الحساب أنها من مباراة الفريق الودية أمام فريق تليفونات بني سويف المصري، وأعلن فريق كاظمة فوزه بسبعة أهداف لهدف واحد على تليفونات بني سويف. والمباراة التي أقيمت في مدينة الإسكندرية نقلت مواقع كويتية أنها تمت عقب الاتفاق مع وكيل للاعبين. نشر فريق كاظمة هذه الصورة أيضا لما يبدو أنها جائزة فوزه على فريق تليفونات بني سويف، ولكن وسط غمرة الفوز والفرح والاحتفاء تلك، رد فجأة حساب فريق تليفونات بني سويف على تلك الصور عبر حسابه على فيسبوك قائلا: يعلن نادي تليفونات بني سويف والشركة الراعية للنادي والكابتن وليد عبد الهادي أن الأخبار المتداولة عن إقامة مباراة ودية مع نادي كاظمة الكويتي غير صحيحة. النادي لم يلعب أي مباراة ودية في الفترة الحالية. نادي تليفونات بني سويف مشاهدينا نشر أيضا هذه الصورة لوكيل اللاعبين المزعوم المنسق للمباراة ويدعى سيد رياض، نافيا وجود أي علاقة بينه وبين الفريق. لم يصدر أي بيان للرد من نادي كاظمة حتى الآن بعد انتشار خبر الفريق الوهمي ورد تليفونات بني سويف، ولكن المغردين علقوا على الواقعة. مثلا خالد سلطان بن نايل يقول: ليش ما يكون في اتفاق مسبق؟ ما يصير نادي كبير مثل كاظمة تمشي عليه الأمور هذه، المهم فلوس المعسكر إن شاء الله ما راحت. أما فايز يقول: يا أخي رهيبين، جابوا طاقم تدريب وقدموا درع واستأجروا لهم الملعب وخلوهم يفوزوا سبعة، سبوبة حلوة كانت شكلها. سلطان لديه رأي يقول: الوضع خطير والنصب على أعلى مستوى، وليثق في أي شخص في مصر أو غير مصر دون التثبت عبر الجهات الرسمية في البلد سيكون فريسة سهلة ولقمة سائغة لذلك النصاب. الزمن تغير والحذر والحيطة أصبحت لازمة. تدوينة أخيرة من ابن جديه يقول: إذا كان صحيح فالطاقم الإداري لنادي كاظمة هو الملام، كيف إدارة النادي لم تتواصل مع الاتحاد الكويتي ليتواصل الاتحاد المصري للكرة بشأن إقامة المعسكر وطلب الترتيب مع الأندية لإقامة المباريات التجريبية؟ كيف يتم إقامة مباراة دون أدنى تحقق من هوية النادي المصري والقائمين عليه؟ مشاهدينا، عبر صفحته على فيسبوك نشر وكيل اللاعبين سيد رياض فيديو نافيا من خلاله حدوث أي خطأ من جانبه، مؤكدا أنه خاض المباراة بفريقه الخاص وليس باسم أي فريق آخر، وكان من المفترض أن يخوض المباراة مع فريق القادسة الكويتي أو القادسية الكويتي. المباراة دي أنا عاملها بقالي داخلة في حوالي أسبوع ما بترتب لها، وانا عارف ان انا كنت جاي العب مع نادي القادسيه الكويتي مش نادي كاظمة. بعد ما انا ما وصلت فوجئت في ملعب المباراه بقى ان ملعب المباراه اتغير وان انا هلعب مع كاظمة. انا جاي العب ماتش ودي تسويقي، مني بجهز ولاده مني بعرض ولاده، فقصه ان انا العب مع القادسيه او كاظمة ما كانش بالنسبه لي في اختلاف كبير او ان انا ممكن ارفض وارجع القاهره بعد التكلفه. المباراه اعملها باسم الشركه بتاعتي انا، شركه الرياض، وده انا بعمله من ساعه ما بدات اشتغل في مجال الكوره. لبس اللعيبه اللي لابسينه والجهاز الفني لبس شركة الرياض وشعار شركة الرياض ملوش علاقة خالص. نادي التليفونات بني سويف محترمي ليهم وكأنهم الكبير من قريب أو من بعيد. حتى الآن لم يصدر أي رد من نادي كاظمة، ولم نستطع التوصل إلى أحد من مسؤولي النادي للحصول على رد منهم، ولكن تواصلنا مع نادي تليفونات بني سويف، وأكد لنا أحمد تمساح عضو مجلس إدارة النادي أنه سيرفع مذكرة لاتحاد الكرة المصري بشأن الواقعة. تم تكليف إدارة الشؤون القانونية في النادي باتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق في هذا الموضوع لمعرفة الشخص طبعا، لأنه هو أحد وكلاء اللاعبين في مصر
واضح ان هو جمع بعض اللعيبه ولعب مع نادي كازما الكويتي، واضح ان تم استخدام اسم نادي تليفونات بنسيوف في هذا الموضوع. لم يكن هناك اي مخاطبات رسميه بين نادي تليفونات بنسيوف وبين نادي كازما الكويتي لاجراء مباراه وديه. هيتم مخاطبه اتحاد الكوره وبعض الجهات طبعا عشان الزج باسم النادي.